دراسات علمية. قام مشاركين البرنامج بتحضيرها خلال 30 يوم. دكتور أحمد الأوجري والدكتورة سهام العبوري والدكتور راشد شوقي. ناس مقبولي خريجة اليوم ختام برنامج اي سي تي انفكشن كنترول تيم، البرنامج التدريبي لمكافحة العدوى داخل المؤسسات الصحية، البرنامج الأكبر على مستوى ليبيا التطوعي المجاني بكامل، كان على مدار 30 يوم. اليوم حنقدموا 7 دراسات علمية قام بهن الفريق خلال 30 يوم فقط، وهو طبعا إنجاز غير مسبوق في ليبيا. الدورة هذه استهدفت السنة هذه خريجي الصحة العامة قسم الصحة البيئية، وكانت اختصاصية أكثر من السنوات السابقة. السنة هذه كانت هي السنة السادسة على التوالي لبرنامج اي سي تي. اليوم حيكون من الساعة 11 صبح لحد الساعة 6:30 مساء حيكون حافل بالدراسات يوم علمي بالكامل، وحيكون فيه تكريم للمتفوقين في الدورة التدريبية اللي استمرت لمدة 30 يوم خلال 80 ساعة تدريبية، وأيضا تكريم للقائمين على البرنامج والجهات المشاركة. وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل من شارك في البرنامج، ونشكر كل من دعم البرنامج، وبإذن الله حنقدموا شيء مشرف للوطن بإذن الله.